حياة فهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أهلا وسهلا بمستمعين ومستمعي ذات الحياة فهم في برنامجكم المفضل إذاعات. نواصل في موضوع كنا قد تناولناه في الحصة الفارطة، وهو موضوع آفة الكذب. هذه الآفة التي ما فاتئت تنخر المجتمع وتنخر العائلات. هذه الآفة التي حذرت منها كل الأديان وحذر منها الدين الإسلامي، نظرا لخطورتها ونظرا لانعكاساتها السلبية على الأفراد والمجتمعات. فكان الكذب وآفة الكذب في الإسلام هي في الحقيقة من أكبر الكبائر، كبيرة من أكبر الكبائر. هذه يعني صاحبها يخرج منها بتوبة نصوح. ولذلك رأينا وارتأينا معا أن نواصل الحديث في هذه الآفة وكيفية الخروج، كيفية الخروج منها. سي الحبيب، كنا قد رأينا في السابق معا أنه الأسباب، يعني تعريف هذه الآفة والأسباب الرئيسية لهذه الآفة. عودة على بدء، انطلاقا من الأسباب الرئيسية لهذه الآفة ونربط بكيفية الخروج منها. الكلمة لكاسي لحبيب الطيبي، لكن قبل ذلك لابد أن نرحب بك كضيف في هذه الحصة، فمرحبا بك مجددا. ثم نرحب مرحبا بك سي الحبيب. اهلا وسهلا بكم دكتور الازهر، الف شكر وبارك الله فيكم وبارك الله في اخوتي ضيوف هذه الحصه. شكرا. كذلك نرحب باستاذنا الفضل سي مروان البريكي، تفضل. مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي اذاعه الحياه. شكرا. كما لا ننسى ان نرحب بسيدة أمنة بوخيت وسي محمد سيف الدين والعراس في التثيث والاخراج، مرحبا بالجميع. عود اليك سي الحبيب في هذا الموضوع آفة الكذب، تتفضل سي الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أود في البداية أن أذكر ولو بسرعة فائقة بما انتهينا إليه في الحصة الفارطة، وذلك من خلال تبيان السبب الرئيسي الكامن وراء الكذب. وأذكر أننا بينا وأن المشكل أساسا يتعلق أن المشكلة يتعلق أساسا بعقيدة الإحسان. المؤمن والمسلم والتونسي ينسى أن الله معه حيثما كان، ولذلك فمن ضعف إيمانه ومن كانت صلته بالله العزيز تبارك وتعالى ضعيفة يسمح لنفسه بأن يكذب. ولو كان الأمر يراه بعينيه ما كذب. ودليلنا أن الكذاب لا يستطيع أن يكذب على رجل أمن وهو أمامه لأنه يخشاه، ولما لم يكن يخشى الله سبحانه وتعالى يبيح لنفسه الكذب. ورأينا أيضا مفاهيم عديدة للكذب في المرة الفارطة. تحدثنا عن الكذب بالمعنى اللغوي وبينا أن الكذب هو تماما عكس الصدق وعكس الحقيقة، ولكننا أيضا تناولنا مفاهيم أخرى وهي مفاهيم شرعية للكذب استنتجناها من خلال قراءتنا لبعض الآيات القرآنية. فالكذاب هو الكذاب المهين، أي الضعيف الشخصية والضعيف الإيمان، والكذاب هو السارق، والكذاب هو المختان والمحتال والمخادع، وهو آخر الأمر مرض نفسي يحفز الإنسان على أن يخطئ وأن يتجاوز وأن يتعدى على غيره، وهو آخر الأمر ضرب من ضروب الغواية لا الهواية. وذكرنا في المرة الفارطة وأعيد أن أذكر بالحديث النبوي الذي يرويه الإمام مسلم، إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار. إن الفجور يهدي إلى النار.
ولا يزال العبد الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. عفوا وفقكم الله سي الحبيب في يعني شكرا فيما ذهبت إليه وفيما ذكرت به، أعود إليك لاحقا. سي مروان، في الحقيقة الكذب كآفة من الآفات هو فيه تعدي على حدود الله، لأن الذي حرم الكذب هو الله سبحانه وتعالى. إذن يعني من كذب في الحقيقة هو تعدى على حدود الله، والله سبحانه وتعالى يقول وتلك حدود الله فلا تعتدوها. كثر هم الذين لا يتصورون أن الموبقات وأن الكبائر ومنها آفة الكذب أنها ليست حد من حدود الله، وأنه إذا يعني وقع فيها يعني لم يتعد هذه الحدود. لذا أردت أن أبين من خلالك ومن خلال كلامك أن أروا هذا حد من حدود الله، من يعني تعداه فقد أعلن الحرب على نفسه مع الله، على نفسه مع الله. ثم في الأثناء نقول لا تستصغر الذنب بما في ذلك، هذه مهما كان، وهو من بينه هو الكذب، بل انظر على من تكذب ومن تعصي وهو الله سبحانه وتعالى. فلتتفضل في هذا الإطار، تفضل لك الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، وغير ذلك يعني في هذا الإطار. وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبه ثقتي واستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وذكرتني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ينظر إلى ذنبه وكأنه جالس، المؤمن اللي يؤمن بالله الذنب متاعه يخزر له كأنه قاعد تحت جبل باش تحفخ منه. يا لطيف. ولكن اللي يكذب في بالوش إنه الكذب كما قلت أنت حد من حدود الله، ومنين مش ينظر له هو ذنب كبير، يراه أمر عادي وحاجة عادية. بل كثير من الناس يظن في باله إنه الكذب شطارة، وظن إنه هو ذكاء، وظنوا ان هي حنكة، وقل لك راني عديتها عليك، وولت اليوم هذا اليوم ولا خبز يومي ولا حاجة تقتات منها الناس. ولانه شنو؟ لانه الناس الكذب شنو هو؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال من ضمن لي ست ضمنت له الجنة. واول شيء قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيه الضمان وهو قال اذا حدث صدقاء. فأنا معا في هذا الحديث قلت علاش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل من حدث صدقة وبعد ذلك صنف الخمسة أشياء الأخرى؟ كان ينجم يقول من تصلى، من اتقى، من صام. لا، فلقيت أنه أهم حاجة يجب على الإنسان أن يتحلى بها سواء مع نفسه أو مع الخلق هي الصدق، لأنه الصدق هو من العبادات القلبية، والعبادات القلبية تزن من العبادات الفعلية عند الله عز وجل أكثر من العبادات يعني الفعلية كما الصلاة والصوم وكذا كذا. لأن العبادة القلبية هي عبادة مطلع عليها الله عز وجل، وما هو مطلع عليه الله فيجعله أكثر أجرا وأكثر ثوابا. الحاجة اللي تخلي الإنسان يكذب، لأن نحن ما نحلوش القرآن الكريم، وما حتى كنا نقرأوه بمبين مروا عليه مرور الكرام. أستاذ الفضل، قبل ما تتجاوز وأنت تتحدث عن العبادة القلبية، هي أي عبادة مهما كان نوعها هي عبادة، يعني هي انطلاقها من القلب أكيد، ثم تمر عبر اللسان، ثم تمر عبر الجوارح، يعني كلها. فالعبادات الصادقة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى هي التي تتمكن من القلب، فيظهر صدقها في مستوى الجوارح، في مستوى الجوارح. لك الكلمة فقط، ما أنك فهمت. الله عز وجل يقول وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ايش معناه وأن لديه رقيب عتيد؟ يعني كل كلمة يقولها الإنسان أراي مش تقيد عليه وتتكتب عليه، يكتبها الملك من اليمين والملك من الشمال، ويوم القيامة يمد له ربي عز وجل الكتاب اللي تكتب فيه أقواله كلها ويقول له هذا كلامك شنو قلته، يتحاسب عليه. وسيدنا معاذ اقرأ كتابك هذه نفسك اليوم حسيبا. نعم. قال سيدنا معاذ قال هواء ومؤاخذون نحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نتكلم؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم سوى أو إلا حصائد ألسنتهم. وقت اللي الإنسان مش عارف إلا لسانه يهز فيه للهاوية،
بالكذب متاعه ولا بعدم تحرر الصدق وإلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. نحن اليوم حتى الأخبار ما نعرفوش عليه في الفيسبوك والكل ولا حاجة ننشرها ونتحدث فيها وكأنه مصدر موثوق وما نعرفوش عليها صدق، يعني من اليقين من 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 من, من, من عدم يقيني هذا الخبر. فالناس تتحدث بما لا تعلم، هذاك علاش الناس اللي يوقعها في الكذب في الكذب، وأنا جعلنا نتعدى حدا من حدود الله سبحانه وتعالى. شكرا أستاذنا الفاضل فيما ذهبت إليه. سي الحبيب، الأستاذ مروان ذهب يؤكد على أنه لابد من حفظ هذا اللسان، والمرأة كبير بأصغريه، فهمت؟ فؤاد هو لسانه هكا ولا، يعني الفؤاد هو القلب، وهذه هي يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، لا وهي القلب. ثم أن الله سبحانه وتعالى يقول: فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ثم أنه بالنسبة لللسان، أنه دين الإسلامي ورسولنا يعني يحذر من هذا اللسان، ويحذر من آفة اللسان الذي يتكلم في الكذب ولا يتحرى الصدق. هذا تقريبا ذهب إليه أستاذنا وتكلم فيه، إن كانت لك فيه إضافة وإلا يعني نمر إلى يعني ما هي يعني المخرجات الرئيسية والأساسية من هذه الآفة. نعود إلى ذلك بعد الفاصل. مستمعينا الأفاضل، مستمعي ذات الحياة اف ام، قيروان للصحة، نخرج فاصل ثم نعود، فلا تذهبوا بعيدا. على الحياة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعينا الأفاضل، مستمعي إذاعة الحياة فهم، القيروان للصحة، عدنا والعودة أحمد مع برنامجكم المفضل إذاعات في موضوع آفة الكذب، وما أدراك من هذه الآفة التي حذر منها الإسلام بل حرمها وتتطلب توبة نصوحا ممن اقترف هذا الذنب. سي الحبيب، أعود إليك في إما يعني إن كان لديك يعني كلام فيما يخص آفة اللسان، يعني هذه هي وآفة الجوارح بصفة عامة التي تسقط في الكذب، وما الذي جعلها تسقط في الكذب، وإلا نمر إلى المخرجات الرئيسية للخروج من هذا الذنب العظيم. وأنا متأكد أن مستمعينا يستمعون إلى هذا الموضوع بلهفة لأنه انتشرت هذه الآفة. تفضل. إذا كان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، ومن هو كاذب كفار، هذا يعني أن آفة الكذب مثل اختيار أخلاقيا برشا، ومثل مذرة بالمؤمن في ذاته في علاقته بالله سبحانه وتعالى. وكذلك بالله سي الحبيب، مش لك سؤال دقيق في هذا، لأن المستمعين يتبعوا فينا يعني في الحصص ويدقوا في الاستماع. بالله هل يمكن يعني نطرح عدة أسئلة، هل يمكن أن تلتقي التقوى مع الكذب؟ هل يمكن أن يلتقي أداء الصلاة مع الكذب، الصوم مع الكذب، يقول أنا مؤمن ويكذب كي يلقى فرصة يكذب؟ هذه مفارقات عجيبة لابد أن يعني أن يفهمها المؤمن، أن يفهم المسلم. المسلم والمؤمن لا يكذب حتى وإن اقترف يعني ذنوبا يتوب منها ولو يحملها غيره، ولا يكذب، يصلح نفسه يعني بعبارة أخرى. حتى كي يكذب يعتذر. نعم، على الأقل. حتى كي يكذب يعتذر. فمتفضل سي الحبيب. دائما وأبدا نقولوا وأنه راهو إثارة هذه القضية من في هذه الحصة، حصة الحياة اف ام، هذا موضوع مهم جدا، لأنه موضوع مهم جدا، وفي الحقيقة هو مرض نفسي وإشكالي في نفس الوقت، وفيه مضرة لشخصية المؤمن والمسلم في حد ذاته، في علاقته بذاته، في علاقته بالله، وفي علاقته بمن حوله. علاش؟ أولا المسلم هنا والمؤمن هنا لم يعظم الشعائر
لم يهتدي بهدي الله سبحانه وتعالى، ولأنه من أكبر ظلم هو أنك تكون كاذب. وربي العن في سورة آل عمران الكاذبين، لعنة الله على الكاذبين، ربي العنهم. فالكذاب هنا هو آخر الأمر، أراه من الناحية الدينية، من الناحية العقائدية بعيد كل البعد على المنظومة القيمية الأخلاقية اللي كان من أجل هذا الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إيش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. شاعر أحمد شوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. روى المعنى هذايا يختزلوا من لم تنهوا، يختزلوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم تنهوا صليته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا. وشنية هي الفحشاء والمنكر؟ الفحشاء والمنكر أو ناخذ وجاء على قميصي بدم كذب، ما الفحشاء هذا ومنكر هذا؟ كل ما خرج على الشرع، كل ما هو ما دخل في منظومة الحرام يدخل في هذا الباب. راهو لأنه الكذاب يسمح لنفسه يقتل، لأنه الكذاب يسمح لنفسه يعمل محاولة قتل، لأنه الكذاب يتعدى على الناس. وخلينا نستدعو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه. اللسان قبل، لأن آفات اللسان آفات اختيار. وذاك معناها راهو اللسان معناها هو اللي يكب في نار جهنم، هذاك معناها اللسان يهدي إلى النار، هذاك معناها الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ويثم البشر قدام ربي وعند ربي كذاب، يعني راهو الخاتمة متاعه خاتمة سيئة، خاتمة خايبة، خاتمة في نار جهنم والعياذ بالله. إذن معناها المثل دائما وأبدا نحب نأطرها وننزلها في قضية الأخلاق الإسلامية، قضية أخلاق المؤمن اللي خاف ربي، اللي يخشى الله، اللي عظم شعائر الله، اللي قريب بارشا بارشا من رب العالمين، اللي يهتدي بهدي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فالكذب هو عدم التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عدم العمل بما جاء في كتاب الله العلي العظيم. وذلك معناه فالمسار هنا هو مسار حرف المنهج الإيماني القويم، وحرف المنهج منهج الحلال ومنهج تعظيم الشريعة. لذلك نبه كافة الإخوة مستمعي قناتنا الرائعة الحياة في الأم، راهو باش الواحد يطهر نفسه ويطهر فعله ويحافظ على روحه يلتزم بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. شكرا سي الحبيب فيما ذهبت إليه من معلومات، وهي معلومات ضافية على يعني هذا الموضوع، وهي مفيدة إلى أبعد إلى أبعد الحدود، وخاصة لما نزلت أنه هذه الآفة، آفة الكذب، أنها تضرب الأخلاق. ونحن اليوم أزمتنا أزمة أخلاق، مش أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية، لا بالعكس هي أزمة أخلاق. وهذه الإزمة انشأت يعني بالتعبير الصحيح، هذه الإزمة أساسها فعلا أنه التلاعب، وأساسها الاحتيال، وأساسها الكذب والنفاق. ونقول من خلال هذا المنبر إذاعة الحياة FM، برنامج إذاعات، نقول أروا من تلبس بهذه الصفة ستؤثر عليه في علاقته بربه، فتصبح كل عباداته مهتزة، بمعنى أنه سيكذب في صلاته ينقصها، وسيكذب في صومه ينقصه، وسيكذب في زكاته ينقصها، وسيكذب من خلال هذا سيكذب في علاقته مع الناس، فيخون العهد ويغدر وينافق ويعتدي بكل الأشكال التي يمكن أن تهضم حقوق الآخرين.
ومن خلال هذا كله يتعدى في علاقته بهذه الصفة، يتعدى إلى علاقة أخرى في علاقته مع الكون. فلا يستفيد من هذه العناصر الكونية بقدر ما يمكن أن يحطمها ويعتدي عليها، وهو ما نشاهده اليوم. انظر اليوم مثلا في علاقتنا مع البيئة كيف هي، واضح. ولذلك العملية مربوطة، يعني ارتباط وثيق مع بعض، علاقة مع الله، علاقة مع الذات، علاقة مع الآخرين، علاقة مع الكون. هذه العلاقة إن حكمها الكذب تنهدم، هذه العلاقة إن حكمها الكذب هي تذهب هباء منثورا. وهو أحبابنا كرهنا ما نلاحظه اليوم، اهتزازات في هذه العلاقات، كذب، نفاق، غدر، خيانة، واضح. والأساس كله الكذب. تفضل سي مروان في هذا الإطار لك، أو نمر إلى المخرجة، إلى المخرجات إن شئت. سي الحبيب أعود إليك في المخرجة، تفضل. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. المخرجات شنو واش النجم نعمل باش أنا معيش نكذب؟ ربي عز وجل قل إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، الكذبة الذين لا يؤمنون بآياتنا أولئك هم الكاذبون. واضح. يعني الكذب هو افتراء على الله. وهنا رب سبحانه وتعالى التعبير يعني دقيق جدا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، فنفى الله عز وجل عنهم صفة الإيمان. ثاني، أنت وقت اللي تبدأ تكذب تحط روحك على السكة، ساعة أنا مؤمن ولا مانيش مؤمن. والإنسان لا يستطيع أن يكون صادقا حتى يكون صادقا مع نفسه أولا وصادقا مع ربه. يعني الإيمان والكذب لا يلتقيان، لا يلتقيان أبدا. فهمت. هذه قاعدة مسمى إلهية، لأنه لا يلتقي الكذب. طالما الإنسان مؤمن بالله وعنده نور الله عز وجل في قلبه، كيف يكذب؟ على شكون يكذب يا أخي؟ إذن الكذب يطمس الإيمان، يطمس الإيمان. والكذب ظلمة والإيمان نور. اسمعني، سوف المسائل هذه دقيقة جدا. نخرج فاصل أحباء الأفاضل، نخرج فاصل ثم نعود، فلا تذهبوا بعيدا. إذا كل نهار جمعة على حياة فهم، مستمع الأفاضل، مستمع إذاعة الحياة فهم القيروان للصحة، عدنا والعود أحمد في برنامجكم إضاءات مع موضوع آفة الكذب، مع ضيفي الحصة سي الأستاذ الحبيب الطيبي، مع أستاذنا الفاضل مروان بريكي. سي مروان، أعود إليك في هذه المخرجات، وكنت تقول أن الإيمان والكذب لا يلتقيان، ولذلك الكذب يطمس الإيمان، يعني من كذبة الكذبة 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 حتى ما يبقى عنده حتى ذرة إيمان. تفضل لك الكلمة. كما قلنا أن هذا الكذب ظلمة، والإيمان نور، والنور والظلمة لا يلتقيان ببعضهم. إما الإنسان أن يغذي جانب الظلمة فيصبح والعياذ بالله قلبه مظلم، أو يغذي جانب الإيمان فيصبح قلبه منيرا بنور الإيمان. ونور الإيمان عادة ما يطرد الكذبة. وحتى في الآية اللي ذكرها سي الحبيب قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لهنا سبحان الله أنه كان ربي عز وجل يقولنا إنه كل إنسان يكذب الله عز وجل لا يهديه، خليه في يمده في كذبه وفي ضلاله، ولا يمن عليه بنور الهداية. فيجب على الإنسان أول أن الذي يكذب والذي اعتاد الكذب، أول حاجة أن يصلح علاقته بربه ويوطد نفسه على الصدق. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل سأل أصحابه قال أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار. قال لا، قال المفلس من يوم القيامة من يأتي بحسنات وصلاة وزكاة وحج وصوم وكذا وكذا، وعدد الطاعات. ثم قال وقد افترى على هذا وكذب على هذا وأخذ مال هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، كما بقاش عنده من حسنات يأخذ من سيئات فيكب عليه في النار. أنت تتصور معناه اللي يصلي ويصوم ويحج ويقرأ قرآن وتكذب، تحبش تعطي نقول نهار آخر صلاتك؟ تحبش تعطي صيامك؟ نعم. تحبش تعطي الطاعات متاعك اللي تعب عليها في الدنيا تعطيها لفلان ولا فلتان على خطر كذبت عليه كذبة ولا لغير ذلك؟ فيجب على الإنسان أن يعلم ما يقول ويعلم ما يتحدث، وأن لا يجعل طاعاته هباء منثورا. لأنه أغلب الناس اليوم الأكثرية يصلي يقول لك إيه ما يسألش، ما كذبة بيضة، ما عنا كذبة بيضة وعنا كذبة
كبير انا ما نفرقوا من كثر العلم نتاعنا ولينا فنقولوا هذه كذبه بيضه صغيره ما تضرش وهذه كذبه كبيره تضر. وعنا مقوله يقول لك الكذب في المصالح جايز، وهي الكذب في الصلح مش في المصالح، لانه الناس كلها منتشره بين الناس يقول الكذب في المصالح جايز. وين منين جبتها هذه؟ أنا المصالح اللي النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا هذا الحديث يجرنا إلى حديث أعمق، قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم فعلا. فالإنسان الذي أحيانا كما يكذب على روحه، ذكرني لهنا حديث يقول إن اللسان هو سلطان الجوارح، يسبح الجوارح كل يوم، قولوا له سألناك بالله استقم، إن أنت استقمت استقمنا، ونحن أنت أعوججت أعوججنا. اتق الله فينا. اتق الله فينا، فإن أنت استقمت استقمنا، وإن أنت أعوججت أعوججنا. قال الإنسان هذا اسكت وما تحدثش بالخايب، تو الجوارح الأخرى تمشي مريق، إذا كان هذا بشي يكذب الجوارح كلها مش تلقى روح خارج على السكة. شكرا سي مروان فيما ذهبت إليه. حسن سي الحبيب. سي مروان مشى إلى أنه تقوية الإيمان هي أحد مخرجات يعني الخروج من هذه الأزمة، أحد مخرجات هذه الأزمة تقوية الإيمان. طيب ربما اللي قاعد يسمع فيه يقول لك باهي سيدي أنا هني معاك، كيفاش أنا قوي إيماني؟ يعطيني أمور عملية قوي بها إيماني وبالتالي نخرج من هذه الآفة، شنو يمكن يعمل؟ فهمت عمليا معناتها فهمت يعز على فمه، يعز على اعماله، يحب لنفسه ما يحب لغيره، يشتغل على جمله من الطاعات مثلا، يستحضر الرقابه الالهيه في كل افعاله. ما نعرفش اعطينا ترى نشوفه ترى ونمشيو امور عمليه في هذه ترى. شكرا دكتور على ما تفضلتم به. نحب ننطلق من مثل بسيط ما نعرفوه معناها. تصون نفسك تصيبها، وهذايا تحب تنزله في كل منزلة اقتصادية اجتماعية سياسية أخلاقية إنسانية، ما هيش في آخر الأمر باش تخرج على منطقة عطف القلوب على القيم الجميلة. إيش معناها تصون نفسك تصونها؟ يعني رأوا الكذب في المصالح غير جايز، يعني راو مش يقوم بالفرض وينقب الأرض، راو الكذب هذايا اللي يؤدي لإيذاء الناس هو مخالف تماما. الحديث واضح، المسلم من سلم الناس من لسانه، راهو المسلم هو الذي يقول ما يفعل، لا يفعل ما أنا جيت هالآية بالضبط معناها لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا يعني غضب كبير من رب العزة، لأنك أنت كذاب، لأنك أنت منافق. وإحنا يا راو ديما نعرفوا كما علمنا القرآن وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقين في الدرك الأسفل من النار. شكونهم هم المنافقين؟ هما المنافقين اللي خرقوا منظومة القيم الجميلة. ورأي في تقديري منظومة القيم الجميلة أساسها الصدق في القول، وخرابها الكذب وقت اللي تقول، لأنه الكذاب إذا أتمين خان ما يقعد بعدك يقولك ما نقولش ويمشي يقول مشي أمانة ذي أمان. هاو خان الأمانة باش خانها؟ خانها باللسان، خانها بالكذب. تقول له تشهد يقول لك نشهد، يقف قدام الحاكم يشهد بالباطل، كذب ولا مش كذب؟ اذا يعني يعاهد ربي يقول له يا ربي راني تبت وراني ظلمت، يرجع يسرق ويتعدى، يبدا يحلف قدام الناس ويعظم معناها في رب العزة، ولكن هو ما عنده حتى شيء من خوف رب العزة، ويسمح لنفسه يعمل كل شيء. خلينا نقول وراه الكذب هو خرق لعقد اجتماعي يحقق توازن كبير بين الناس اسمه الأخلاق الجميلة. راه هذا هو جوهر الدين، إذ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذا إحنا
إذا إحنا اليوم عنا برشا كذب، البعض منا مالي للقول، كي نمشي للقورة نلقى عندهم الإسلام، ونجي لهنا نلقاها الخراب والكذب والنفاق. شو معناها نقعد بالإسلام؟ أخي هما الناس يشاهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا 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 أبدا، القضية هي قضية قيم، قضية انضباط، قضية التزام، وهي قيم جاء بها ديننا الحنيف. هذه هي القيم اللي احنا لوجوا عليها، اللي بعدت علينا، اللي حرفناها، اللي دنسناها، شوهناها بالكذب، بالخيانة، بالخداع. هذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. هذا ماني عديت عليه، ماني كذبت عليه، ماني شخت عليه، ماني عملت له، ماني صنعته، إلى آخره. هذا بطبيعة الحال سي الحبيب لا يتقابل مع الإيمان الصحيح، وهو مخل بالأخلاق الفاضلة ومخل بالقيم التي نادى بها الإسلام وجاء بها الإسلام. سي كما تضيف سي مروان في هذا الإطار، نعم تفضل. أنت تلوج على المخرجات، تلوج على حل عملي. نعم نلوج كلنا. فهمت. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. نحن اليوم نعاني من برشا مشاكل، والناس كلها يقول لك أعطيني حل نكبش فيه. وأنا أرى أنه الحل الوحيد اللي عاود الإنسان يتعود على الكذب ويلوج على حل عملي هي كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. علاش؟ ومن يوفق للصلاة على رسول الله قيل لا يوفق الله عز وجل للصلاة على نبيه شقي. والكذب إذا يعني اللي يمشي يصلي على رسول الله يستحيل أن يكون شقي فيكذب. ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة على رسول الله شيخ من لا شيخ له. من يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقذف الله عز وجل في قلبه نوره ونور كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يكذب. شكرا. اذا هذه وحجه. احنا عندنا الزمن الغالب، عندنا الزمن يتحكم فينا. فهمت شنو نحاول؟ تفضل لخاطر مش نختم ونخرج. تفضل تفضل. نحب نختم كل ما قيل بمعني مثل مشهور، معناه ان لم تستحي من الله. خلينا نضيف لها خاطر نقول لك نقولوا احنا ان لم تستحي فافعل ما شئت. انا خليني نقول ان لم تستحي من الله فقل ما شئت، فافعل وقل ما شئت. أنا شكرا لكما. أنا أقول من خلال هذا المنبر، منبر إذاعة الحياة FM، من خلال برنامجي إذاعات، أقول في هذه الآفة يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هنا الله سبحانه وتعالى يندد ويشنع بأولئك الذين يقولون ما لا يفعلون ويسقطون في الكذب والنفاق. هو تحذير من الله سبحانه وتعالى حتى لا يلحقنا هذا المقت الذي نراه ربما اليوم في كل المجالات، أننا نلتزم بالصدق ونحاول أن نتجنب هذه الآفة في علاقاتنا مع الله سبحانه وتعالى، وفي علاقاتنا مع أنفسنا ومع أبنائنا ومع زوجاتنا. ومن هذا المكان نقول لكل الآباء والزوجات تحروا الصدق وابتعدوا ابتعادا كليا عن هذه الآفة التي تنخر العلاقات والتي تهدم المجتمعات. الله غالب، يعني الوقت نتاع الحصة ضيق. يعني الإخوان المستمعين مشكورين، ثم الشكر موصول لأستاذنا سي الحبيب الطيبي، كذلك أستاذنا سي مروان البريكي، كذلك لأختنا آمنة بوخيت، كذلك الشكر موصول لكل مستمعين ومستمعي إذاعة الحياة FM في برنامجكم المفضل إذاعات. إلى اللقاء، مع الشكر مع تحيات الدكتور الأزهر بن علي البريكي. شكرا. إذاعات كل نهار جمعة على الحياة FM.